لان بكره طبعا مباراه يعني غايه في الاهميه، مباراه هتاهلنا باذن الله تعالى لاولمبياد طوكيو 2020، وده الهدف الاسمى والاهم طبعا بخلاف الفوز بالبطوله نفسها طالما على ارضك وسط جمهورك يعني. فكابتن شوقي غريب كان ليه تصريحات في المؤتمر الصحفي اللي بيبقى قبل المباراه بيوم، وقال ان هدفنا ما اتحققش لحد دلوقتي. عجبني قوي، عجبني قوي التفكير بالطريقه دي، لان كلام كابتن شوقي غريب هو هو كمان كلام رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي. اذا العقليه والتفكير واحد يعني، نفس الاتجاه ماشيين فيه، مدركين قوي ان احنا لسه ما عملناش حاجه، هنعمل باذن الله بكره لما نوصل، لما نحقق هدفنا الهدف الاسمى باذن الله لما نفوز على جنوب افريقيا. وقال ننتظر الجماهير امام جنوب افريقيا، ده مؤكد جمهور المصري كله هيكون موجود في مباراه مهمه زي دي ان شاء الله. رمضان صبحي قال كمان ان احنا هنخوض المباراه دي اللي احنا اشتغلنا عشان نوصل ليها من سنتين، بقالنا سنتين بنشتغل عشان نوصل للمباراة دي، احنا خلاص وصلنا لها وان شاء الله هنحقق كل اللي نقدر عليه عشان نحسم التأهل. نحسم ازاي؟ يعني انت تكسب بكرة تتأهل، لكن لو لا قدر الله ما كسبتش بكرة عندك فرصة تانية، بس هتبقى بضغوط اكبر، احنا عايزين نخلص الموضوع بدري بدري باذن الله. قال كمان كابتن رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر الاولمبي، قال ان انا مش هتكلم في مستقبلي دلوقتي لان ده مش التوقيت المناسب، هو عنده حق في الكلام ده لان فعلا الصحف بتتكلم كتير جدا على موضوع رمضان صبحي وهل هو مستمر ولا مش مستمر. هو مؤكد انه مستمر مع النادي الاهلي لغايه لما عقده يخلص، عقد الاعاره، بعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل. طيب ديفيد نوتواني اللي هو المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا قال مواجهه مصر صعبه لكن احنا هنفوز ونتاهل لطوكيو. ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده لان احنا واثقين جدا في لاعبتنا، واثقين جدا في امكانياتهم وفي الجهاز الفني اللي ماشي بشكل تصاعدي من حيث الاداء. يعني في الحقيقه انت ادينا وحش البطوله لكن نهينا الدور الاول باداء كويس. كمان حارس جنوب افريقيا دارين جونسون قال ان احنا بنستلهم فوز الكبار اللي هم يعني كبار جنوب افريقيا على منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه، وده بالنسبه لنا دافع قوي جدا، وان احنا مش خايفين من الفراعنه. والتصريحات كلها بتبقى طبيعيه ونفسيه قبل المباريات الكبيره اللي زي دي. ده ان شاء الله يعني اتمنى كل التوفيق للمنتخب الاولمبي وان شاء الله يكونوا موفقين في مباراه الغد باذن الله.